نتكلم في بداية يعني عن النقلة دي. نادي سبورتنج برضو انت كنت فيه من نوادي كبيرة جدا، ولكن نقلة اكيد اكيد للافضل للنادي الاهلي، فخلينا نتكلم عن النقطة دي في البداية. اكيد طبعا، هو انا بلعب في سبورتنج بقالي 15 سنة تقريبا، وبعد كده نقلت السيزن ده بس القاهرة لظروف جوازي، وطبعا انضمامي للنادي الاهلي طبعا ده شرف كبير لاي حد بصراحه. يعني اول يوم ليكي على الاطلاق بالنادي الاهلي، سواء اليوم بتاعك كنت بتوقعي فيه عقد الانضمام، واول تدريب واستقبال من اعضاء الفريق ليكي كان عامل؟ لا بصراحه انا كنت مبسوط، يعني مبسوطه قوي لحد دلوقتي في النادي. انا حاسه يعني اكني بقالي 20 سنه ولا اكتر من 20 سنه موجوده في النادي. جميل. الناس كلها كويسه قوي معايا، انا مبسوطه جدا بصراحه ومرتاحه. استقبال تحسيه جيتي عيله؟ اه فريندلي جدا ولسة. يعني دي حقيقه، يعني ولكني لسه ما بقاليش شهر مثلا موجوده في القاهره. خلي بالك النادي الاهلي من الفرق، سواء في كره السله، في كره اليد، كره القدم، الاهلي لا يقبل باقل من الفوز ولا يقبل باقل من البطولات، والموضوع ده بيبقى له انعكاسات اكيد في كتف، يعني تفصيله ان انت بتبقى في ضغوطات في بعض الاحيان، مسؤوليه كبيره، فناويه تتعاملي مع التفصيله دي ازاي؟ اكيد طبعا، هو على طول الفاينل، يعني انا لما كنت في نادي سبورتنج على طول الفاينل كان بيبقى اهلي وسبورتنج، قليل قوي لما يكون اهلي مثلا او حد تاني، اي نادي تاني او سبورتنج واي حد تاني. فانا اوريدي جايه متعوده على، انا طول عمري فرقه بطل، فلازم احافظ على البطوله ولازم السبيريت بتاعتي تبقى سبيريت بطل. فلا طبعا انضمامي للنادي الاهلي، الفرق بس اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني ان هو نادي جماهيري اكتر، فموضوع الجمهور بيفرق معاه، ان هو النادي الاهلي لازم يكون على طول اي بطوله يدخلها لازم ياخدها ويتوج بيها، ما يقبلش باي حاجه غير ان هو يكون المركز الاول.